معك مريم دلال. صباح الخير، عندي غير واحد السؤال عافاك. الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤيه جديده للتامين والتوفير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أفاد بنك المغرب بأن الديون على الاقتصاد سجلت على أساس سنوية تباطؤا ب 7.6% وب 2.1% خلال مارس المنصرم بفعل تراجع القروض البنكية من 8.6% إلى 2.1%. وبحسب الغرض الاقتصادي، لاحظ بنك المغرب في مذكرة تتعلق بالمؤشرة الأساسية للإحصاءات النقدية لشهر مارس المنصرم تراجع قروض التجهيز ب 1.3% بعد ارتفاع بنسبة 2.3% وتباطؤ في قروض العقار من 8% إلى 7.1% وفي تسهيلات الخزينة من 16% إلى 0.9%. انطلقت اليوم بمكناس المرحلة الأولى من قافلة المجمع الشريفي للفوسفات لأشجار الزيتون 2013 التي أطلقها المجمع بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحرية وقطب وبعض الموزعين وقطب صناعات للزيتون بمكناس وبعض الموزعين المحليين للأسمدة. وتندرج هذه المبادرة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي يشكل تقديم الاستشارة والمواكبة للفلاحين الصغار أحد محاوره الاستراتيجية. في سياق الحاجة الملحة لإصلاح قطاع المعاشات والتي أصبحت اليوم من أولويات جدول أعمال الحكومة، يهدف تنظيم الندوة من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى تقديم للمشاركين مشهد التقاعد في المغرب والإجابة على مختلف تساؤلات حول مستقبل صناديق المعاش واستعراض حالة تغطية التقاعد بالمغرب. اللحظة مشاهدينا ننتقل إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة دار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا وثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية على وقع الانخفاض، أغلقت جلسة الخميس وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسة اليوم على ناقص 0.02 بالمئة بمجموع 7448.38 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل الشركات المدرجة بالبورصة هو الآخر أنهى جلسته بناقص 0.02% بمجموع 9143.37 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سام ديسوي حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 6% ليرتفع سعر سام إلى 189 درهم. في المركز الثاني حل سام ميكروداتا والذي تحسن بما نسبته 5.50% لينتعش سعر سامي ب 115 درهم. وفي المقابل تصدر سام هولسيم قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 3.60% يتراجع سعر سامي إلى 1445 درهم. في المركز الثاني حل سام اتصالات المغرب بانخفاض نسبته ناقص 1.57% لينخفض سعر سامي إلى 110 دراهم. ونختم النشرة مشاهدينا بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم. الأورو ثمن الشراء 11 درهم فاصل 10 وثمن البيع 11 درهم فاصل 17. الدولار الأمريكي ثمن الشراء 8 درهم فاصل 42 وثمن البيع 8 درهم فاصل 48. الدرهم الإماراتي ثمن الشراء درهم فاصل 29 وثمن البيع درهم فاصل 30. الريال السعودي ثمن الشراء درهم فاصل 24 وثمن البيع درهم فاصل 26. بهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.
الو، معك مريم دلال. صباح الخير، عندي غير واحد السؤال عافاك. الى شي نهار درتي حادثة يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التأمين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير.